ملينا احنا ملينا من الحكم الشيعي. اجيك من الاخير، الحكم الشيعي بهذلنا ذنه بزمن صدام، ما ندلينا هيك احنا، والله ما ندلينا. واي مسؤول يجي هسه قائد اي واحد يجي، والله بزمن صدام احنا ملوك عايشين والله العظيم. والف رحمه على روحه ونعلك الله على موتاكم وموته موتاكم بهاليوم هذا، من حيدر العبادي للمالك للجعفري، كلها الاحزاب كلها شلع قلع بعد، وانا بخدمتك بس توصلي امانه. الان هذا الصوت مباشر، هذا اريده مباشر. احنا ميتين وروح ابوك ميتين وقاعد هذا ابن الصارق ميتين. احنا شنو احنا عايشين ب 5000 اخربيها حشاك؟ احنا ميتين، كنا عايشين ملوك بزمن صدام. انت اكو ناس جاي تقرا له الفاتحه صدام حسين، تعرف لو ما تعرف تقرا له الفاتحه يا معاويه خرب لا تخلي نكفر. جاي تقرا الفاتحه صدام حسين العالم من وراء العمايم الجايفه هاي اللي جتنا من ايران. هاي المشكله الكارثه. كم رجل كان يسب صدام حسين ويلعن صدام حسين وكفر صدام حسين، الان سلوا العراق عن صدام رغم خلافنا مع صدام حسين ورغم انه دخل الكويت للمره المليون، اقولها خطا وعنوة ولا يجوز، لكن سلوا العراق عن صدام حسين، سلوهم عن. مات على حبل المشنقة وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أبى الله إلا يختم له بالشهادة. تعلم لماذا؟ لأنه كان يدوس على رأس الصفويين فأعزه الله في آخر حياته فرحمه الله. كانوا يصورون أنه بإمكانهم أن يضعوا السلاسل في رقابكم ويأخذوكم إلى طهران ويلحقون العراق كضيعة صغيرة تابعة إلى بلاد فارس، ولكن خيبتم ظنهم وراح تزيدوهم تلقين الدروس اللي يستحقوه.